السلام عليكم يا ثامن، يعطيكم ألف عافية. اليوم سوف نتابع شرح باقي الأبيات في من قصيدة من أجل الطفولة. في البداية قلنا بدأ الشاعر قصيدته في البيت الأول هنا: وهل دللت لي الغلطتان لبانة، بوصف طيب العيش الذي كان في دمشق، وشبه يا ثامن متنزهات دمشق بأنها إنسان يشتاق إليه وقلبه معلقا فيه ويحتاج إليه بحاجة شديدة. ويصف هنا الشاعر في البيت الثاني الطفلة بالوسامة والجمال، ويقول: لولا فراق ذلك الطفل الوسيم لما خاف من الغربة التي يعاني منها رغم الشيب ورغم كبر سنه. في قوله لولا ولم أخف هنا في البيت الثاني شبه الشاعر الشيب بطفل يخاف عليه. وصور لنا الشاعر في البيت الثالث: تود النجوم الزهر لو أنها دمى أن تصبح، صور هنا النجوم بأن تصبح ألعاب في يد الطفل ليختار منها الأجمل. شبه الشاعر أيضا النجوم بإنسان كان يتمنى. أيضا عندك يا ثامن في البيت الرابع: وعندي كنوز من حنان ورحمة. هنا أنا عندي من الحنان والرحمة كأنها كنوز ثمينة. هنا في البيت الرابع: وعندي كنوز من حنان ورحمة، يقول الشاعر أن الحنان والرحمة هنا كأنها كنوز ثمينة. وأكبر يا ثامن نعمة عندي أن يعرف هذا الطفل معنى الحنان الذي في داخلي ويقترب مني. وعندما قال وعندي كنوز من حنان ورحمة، أي أنه شبه الحنان والرحمة بالكنوز. وعندك في البيت الخامس هنا، ويذكر هنا يذكر الشاعر في البيت الخامس: يجور بعض الجور حلو محبب، صفة من صفات الطفل وهي الجور والظلم، ولكنه كان يا ثامن يتقبل هذا الظلم المحبب على غير العادة. عندما قال قوله وبعض الجور هنا وبعض الجور حلو فيه حلو محبب، شبه الشاعر يا ثامن الجور بطفل محبب لنا. يتابع الشاعر في قوله في البيت السادس: ويغضب أحيانا ويرضى وحسبنا. هنا أن الطفل يغضب أحيانا وأحيانا يرضى، ويا لها يا ثامن من سعادة أن يرضى ويغضب علينا، فغضبه كان مؤقت. في البيت السابع: وإنا له سقم. هنا تتجدد لنا صورة الرحمن والشفقة لدى الشاعر، والتي تتمثل في تمني زوال المرض عن الطفل وإصابته وهو بذلك المرض بدلا عنه. وقال عندما قال وإنا له سقم، شبه الشاعر هنا السقم بعدو ينال من الأطفال. في البيت الثامن: يزف لنا الأعياد عيدا إذا خطى، وعيدا إذا ناغى، وعيدا إذا حبى. هنا يقول الشاعر يعدد مراحل إيش يا ثامن؟ مراحل نمو الطفل التي تنتشر فيه البهجة والفرحة كالأعياد في النفوس، فكانوا يفرحون إذا حاول المشي أو إذا تكلم كلاما لا يفهم أو إذا زحف على يديه وبطنه. في البيت التاسع: كثقب القطة لو أنه راح صاديا. يقول هنا يصور الشاعر الطفل بصورة رائعة حينما شبهه بصغار طيور القطة التي لم ينبت ريشها بعد وتريد شرب الماء. وهنا الشاعران يريد أن يسقيهم من عينه وقلبه محبة له. هنا قصد الشاعر كزغب القطة، هنا شبه الشاعر الطفل بالطائر الصغير القليل الريش. سكبت له عيني وقلبي ليشرب يا ثامن، شبه الشاعر عينه وقلبه بماء يسكب. الآن في البيت، إحنا وصلنا إلى هنا في البيت العاشر: ينام على أشواق قلبي بمهده حريرا من الوشي اليماني مذهبا. تابع يا عاشر، المهد هنا إيش؟ السرير. مذهبة أي مطلي بالذهب، مذهبة أي مطلي بالذهب. وأزدل أجفاني غطاء يظله، ويا ليتها كانت أحن وأحدبا. هلأ أزدل أي بمعنى أرخي أو أغلق،
أحدب أي أكثر عطف وأكثر حنان. هنا في البيت الثالث عشر الثاني عشر وتخفق في قلبي قلوب عديدة، لقد كان شعبا واحدا فتشعبا. هنا شعبا يقصد بها الشاعر الطريق أو الممر. هذه المعاني أمامك يا ثامن. المهد هو السرير، المذهب هو المطلي بالذهب، أسدي لأرخي، وأحدب أي أكثر عطف وحنان، شعب هي الطريق أو الممر. تابع معي يا ثامن. هنا الشاعر يقول لشدة حبي لهذا الطفل أشعر وكأنه إيش؟ ينام على أشواق قلبي، ينام على أشواق قلبي التي فرشته له مهدا مزينا، مهدا مزينا بإيش؟ بالحرير اليماني مطرزا بالذهب. ففي قوله ينام على أشواق قلبي بمهده. هنا شبه الشاعر أشواق قلبه بفراش ينام عليه الطفل، ويتساءل قائلا وأغلق أجفاني هنا وأسدي لأجفاني لتغطي هذا الصغير، لتحفظه وترعاه، ليستظل بها. وأتمنى يا ثامن أن تكون أجفاني حنونة عليه حتى يشعر بالراحة والطمأنينة. ففي قوله وأسدي لأجفاني هنا في البيت الحادي عشر غطاء يظلله، شبه الشاعر أجفانه يا ثامن بغطاء يظل الطفل. وفي قوله يا ليتها كانت أحن وأحدبا، أي شبه الشاعر الأجفان بماذا؟ بالأم الحنونة. ويسترسل الشاعر بذكر الحب العظيم هنا الذي يحمله للطفل، فيقول لشدة حبي لهذا الطفل فإن قلبي أصبح قلوبا كثيرة حتى تتسع لذلك الحب الكبير. هنا وكان في قلبي طريقا واحدا ولكنه تشعب أيضا وأصبح في طريق كثير بحبه. ففي قوله لقد كان شعبا واحدا فتشعبا، شبه الشاعر قلبه هنا طريقا تشعب منه عدة طرق. الفكرة الرئيسية في هدول الثلاث أبيات يا ثامن هي حالة الشوق التي وصل إليها الشاعر في حب حفيده. تابع معي يا ثامن. ويا ربي من أجل الطفولة وحدها افضي بركات السلم شرقا ومغربا ومغربا، وصن ضحكة الأطفال يا ربي إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. هنا افضي أي إم ملأ، صان أي حفظة، الموحش هو الخالي الذي لا أنسى فيه، أعشب هي أنبت. هنا عزيزي الطالب الشاعر يختم قصيدته في هذين البيتين، يختم بالدعاء لمن؟ للأطفال والطفولة في كل أنحاء العالم. وكما تعلم عزيزي أن الدعاء صلة بين العبد وربه. وهنا يسأل الشاعر الله بأن إيش يعم السلام والأمان والمحبة على كل بقاع الأرض من أجل أن تحيا الطفولة حياة مطمئنة كما تنعم بحياتها. كما يسأل الشاعر بأن يحفظه ضحكة الأطفال وبسمتهم أيضا يا ثامن الجميلة والبريئة، وبجمال ابتسامتهم وبراءتهم يجعلون من الأرض الخالية والقاحلة المخضرة الفرحة والسعيدة. في قوله وصن ضحكة الأطفال هنا شبه الشاعر الضحكة بشيء مادي يصان ويحفظ، وهنا يدعي الدعاء للطفل، وهنا يشرفني أن أدعي للطفل الفلسطيني الذي ما زال أن يحلم كسائر أحلام بعض الأطفال. هنا يا ثامن الفكرة في الأبيات هي الدعاء بأن يعم الخير والسعادة والأمان كرامة لكل طفل.
الدروس المستفادة من النص الشعري من أجل الطفولة هي: الأطفال نعمة من الله تعالى، الأطفال يشكلون مصدرا للسعادة في الحياة، التضحية من أجل والعطف على الصغير، والدعاء صلة الوصل بين العبد وربه. يا سامن. وأيضا الحقوق الواردة في النص الشعري هي: حق اللعب، حق الرعاية الصحية، وحق التعبير عن الرأي. استودعتكم الله يا ثامن، وأتمنى لي ولكم التوفيق بإذن الله تعالى. في الحصة القادمة نستذكر الأبيات ونبدأ في حل المعجم والدلالة. يعطيكم ألف عافية.